عرفت واحد الإشعاع كبير بفضل العناية المولوية السامية اللي عرفت مشاريع طنجة الكبرى، وبكل صراحة عرفت واحد الحركة تنموية وعرفت واحد الحركة كبيرة على مستوى المنشآت والبنية التحتية. هاد المنشآت والبنية التحتية كخص الإنسان يستقبلها بواحد الصدر رحب، ولكن يخدم معها في إطار موازي وما يخليهاش يعني مغلقة. حنا الدور ديالنا كفاعلين في هاد المدينة هادي وكأولاد مدينة طنجة، الدور ديالنا الأساسي هو أننا نواكبوا الإشارات الملكية السامية ونواكبوا جميع المشاريع اللي مشى في مدينة طنجة. مدينة طنجة الحمد لله كاين اليوم أو كذلك إعادة هيكلة ديال المدينة العتيقة اللي عرفت واحد تطور كبير، وهذه المدينة العتيقة تيخصها الحركية واحد الرواج. كذلك هذه السينما دابا اللي احنا فيها اليوم وعملنا فيها هذه الندوة، وهذه الندوة اللي بالعنوان ديالها اللي عنده دلالة كبيرة اللي هو طنجة في عيون السينما الدولية، لأن مدينة طنجة عرفت أكثر يعني التصوير فيها أكثر من 5000 فيلم على جميع المستويات الوثائقية أفلام سينمائية وكل شيء، وجميع الدول كانت كتمثل هنا، عطات أسماء سينمائية كبيرة، فعاليات كبيرة. ما يمكنش هذا الشيء ما نستثمروش لصالح مدينة طنجة. ما نخفيش عليك على أننا كتعرفوني أنا فاعل جمعاوي رياضي، حق ملي تقلت المسؤولية ديالي داخل الجماعة كرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية والعلاقة مع المجتمع المدني، كنت كنفكر مزيان على أنني خصني نفتح على جميع المجالات، وهذا هو دوري أنا. المسؤولية اللي عليا خصني نتمنى الله أنني نعملها في أكمل وجه. دونك هاد المسؤولية خلتنا أننا نخلقوا واحد البرامج موازية، من بينهم هاد المهرجان اللي عرف الدورة ديالو الأولى، مهرجان صيف طنجة. الدورة الأولى كانت في 2022، نتمنى يكون لا نهاية إذا ما لا نهاية، ويكونوا مهرجانات أخرى اللي كيحركوا الإشاعة مدينة طنجة. هاد المهرجان هذا بحال اللي قلت لك ما فيهش غير الجانب السينمائي، أو فيه الجانب الفني والتربوي والثقافي والرياضي. بديناه يعني بواحد الدوري ديال 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 كرة القدم النسوية، وعملنا واحد مجموعة ديال الدوريات ومهرجان ديال كرة السلة، عملنا رياضة الشاطئية، كذلك عملنا ندوات على صعيد المسرح وعلى صعيد السينما. اليوم حنايا وكاين عندنا منشآت اخرى، عندنا الجانب الثقافي، كاين ندوة ديال التكوين في الثقافة اللي غيشرف عليها الأستاذ رشيد أمحجور. كذلك هناك واحد المباراة استعراضية مع الجامعة ديال كولومبيا ديال نيويورك. إذا برنامج كنظن وقيلة غني كيشمل جميع القطاعات، كنتمنى انه يكون واحد البدايه حقيقيه للاقلاع الفني والثقافي والتربوي في مدينه طنجه. من المنبر ديالكم كنشكر السيد الوالي صراحه والسيد مدير الشباب على الدعم ديالو لهذه المبادره هذه وهذا المهرجان هذا، وكذلك السيد رئيس الجهه السي عمر مور. شكرا اولا لمؤسسه طنجه الكبرى للاعمال الاجتماعيه والتربويه والرياضيه على الاهتمام ديالها بالمدينه ديال طنجه، وايضا بشكل خاص بطنجه. طنجه دائما كانت شاهده على مجموعه من الاعمال والانتاجات الضخمه العالميه، بحيث تطورت في المدينه ديال طنجه، وطنجه دائما كانت السينما العالميه وثقت الذاكره المغربيه بمجموعه من المشاهد التاريخيه اللي كتعود لمجموعه من السنوات، وطنجه دائما حاضرة للإنتاجات العالمية، وهذا في حد ذاته ما يعطي مكانة كبيرة وقيمة كبيرة للطنجة كمساهم رئيسي في الصناعة السينمائية العالمية. ومع الوجود الأكاديمي التي تسعى إلى إبراز وكذلك السينمائي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.